المجتمع المدني حول قانون الجامعات الأهلية أو مشروع قانون الجامعات الأهلية. نعرف طبعا ان في لجنه شكلها وزير التضامن، هذه اللجنه تضم 18 من الحقوقيين والممثلين الجامعات الاهليه، ممثلين المجتمع المدني بكل تنوعاته، الحقوقيين اللي عاملين في المجال التنموي، المراه، البيئه، كل الجهات تقريبا مثيره لهذه اللجنه. انتهينا من مشروع قانون لكن طرحناه لنقاش المجتمع. احنا حتى هذا اللقاء 11 لقاء بلغ عدد الحاضرين فيه اكثر من 2500 مشارك من الجامعات الاهليه على مستوى محافظات مصر، ولدينا ملاحظات مهمه على مشروع القانون. مشروع القانون الان في لقاء مع الوزير اتناقشنا انه قدامه 3 اسابيع لطرحه على مجلس الوزراء بعد ان ندخل ملاحظات سيادتكم وملاحظات كل الذين شاركوا من قبل في اللقاءات والحوار المجتمعي، وندخل هذه التغييرات والتعديلات ثم ترفع لمجلس الوزراء. انا بعتقد ان هذا المشروع له اهميه خاصه لانه المجتمع المدني في مصر عريق، له دور كبير في التنميه وتطوير المجتمع على اتصال بالقواعد الشعبيه، بيقدم خدمات توازي تقريبا ما تقدمه الحكومة من خدمات للشعب المصري، ولديها مؤسسات ضخمة تعمل بشكل سواء في التعليم أو الصحة أو التأهيل المهني أو حقوق المرأة أو حقوق الطفل أو الإيواءات للجانحين، يعني كثير جدا من الأنشطة بتقدم كمان. طيب المشروع القانون الحالي احنا بنتكلم على اهم الملاحظات فيه في الحقيقه، يمكن الماده اللي احنا بنتكلم عليها النهارده الماده 19 الخاصه بالتمويل، لذلك احنا قلنا يعني نعرضها